بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. وصلي زاهر الله سبحانه وتعالى كهواري صلوات السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيم استشارهم كاتي كنيجة بيتني درس لزا أسفل مسلمان. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ زاوش توتشي مو بكنيجة. لأن على ما سماها المؤلف مهمة. Zato što je onom što je nazvao njihov pisac bitno. ففيها ما يتعلق بحفظ القرآن والعمل به. U njemu ima ono što se vezuje za učenje Kur'ana na pamet i rad po njemu. وفيها ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد وهو الشرك. I ono što je bitno u vezi tevhida i ono što ga krši, a to je širk. وكذلك الصلاة. Tako isto namaz. والوضوء والطهارة. I čistoća i abdest. والآداب والأخلاق الإسلامية. I edeb islamski. وما يتعلق بتجهيز الميت تكفين والصلاة عليه والله أعلم. Ono što je u što se govori u vezi spremanja mrtve osobe i njezinog kupanja, Allah najbolje zna.